ناشد مسؤول كبير بالاتحاد الاوروبي روسيا بتجديد اتفاق الحبوب الذي كان يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الاوكرانيه عبر موانئ البحر الاسود، وكانت المفوضيه الاوروبيه قد اشارت الى ان القيود الروسيه على شحن الحبوب الاوكرانيه عبر البحر الاسود لا تتسبب في مشكلات لكييف فقط وانما لعده دول ناميه ايضا. وسط ارتباك شديد يحوم حول تجديد اتفاق حبوب البحر الاسود، الاتحاد الاوروبي يخاطب روسيا للعوده لاتفاق الحبوب الذي كان يسمح بالتصدير الامن للحبوب الاوكرانيه وذلك عبر موانئ البحر الاسود. المفوضيه الاوروبيه اعتبرت ان روسيا تستخدم الحبوب كسلاح مشيره الى ان القيود الروسيه على شحن الحبوب الاوكرانيه عبر البحر الاسود لا تتسبب في مشكلات لكيا فقط وانما للعديد من الدول الناميه ايضا، وبحسب المفوضيه الاوروبيه، قد تم تصدير اكثر من 45 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتيه والمنتجات ذات الصله من خلال طرق بديله عبر بولندا ورومانيا، وهو ما يوفر شريان حياه مهم لاوكرانيا. ياتي ذلك بالتزامن مع مغادره ثاني سفينه من مدينه اوديسا الاوكرانيه الى بلغاريا، منذ انتهاء اتفاق تصدير الحبوب بعد انسحاب موسكو من الشهر الماضي، ذلك بعد عام من سريانه بوساطه امميه. ياتي هذا فيما تحاول تركيا اقناع موسكو بالعوده الى الاتفاق، لكن روسيا قالت مرارا انها لن تعود الى الاتفاق الا اذا اوفى الغرب بالتزاماته تجاه موسكو، معتبرة انها قادره على تعويض الحبوب الاوكرانيه في السوق العالميه، سواء على اساس تجاري او بالمجان. أشارت دراسة بحثية إلى صعوبة التوصل لحل حقيقي للارتفاع الحاد في أعباء الدين العام عالمياً على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية. وأشارت الدراسة إلى أنه منذ عام 2007 ارتفع متوسط الدين العام على مستوى العالم من 40% إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وكانت نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى في البلدان المتقدمة. يبدو أن العالم على موعد مع أيام صعبة قادمة في ظل استمرار أعباء الدين العام مرتفعة في العديد من البلدان حتى المتقدمة منها دراسة بحثية صادرة عن خبراء في صندوق النقد الدولي وجامعة كاليفورنيا أشارت إلى صعوبة التوصل لحل حقيقي للارتفاع الحاد في أعباء الدين العام وذلك على مدى السنوات الخمسة عشر الماضية والتي اقترضت خلالها الحكومات مبالغ كبيرة وذلك لمواجهة أزمة المالية العالمية وتداعيات جائحة كورونا. الدراسة أشارت إلى أنه منذ العام 2007 ارتفع متوسط الدين العام على مستوى العالم من 40% إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث كانت نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى في البلدان المتقدمة. شمل ذلك الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، حيث يرتفع الدين الحكومي الآن بأكثر من مثلي الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد، في حين كان دين الولايات المتحدة يبلغ نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك قبل 15 عاما. الدراسة ذكرت كذلك أنه رغم تزايد المخاوف حيال تداعيات ارتفاع الديون على معدلات النمو، فإن تخفيض الديون غير وارد للحدوث من الناحية العلمية رغم كونه أمرا مرغوبا فيه من حيث المبدأ، يبدو أن الكثير من اقتصادات العالم لن تتمكن من تجاوز أعباء ديونها وذلك بسبب شيخوخة السكان فيها، بل إنها ستحتاج إلى تمويل جديد وذلك لتلبية احتياجات مثل الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد، وهو ما يؤكد أن حكومات العالم ليس أمامها سوى التعايش مع الديون المرتفعة إلى حين. قال نائب محافظ بنك انجلترا بن برودبنت ان البنك المركزي سيضطر الى ابقاء اسعار الفائده مرتفعه لفتره اطول وسط توقعات بعدم انحصار التضخم بالسرعه التي ظهر بها على الرغم من الانخفاض الحاد في اسعار الغاز والمنتجين وتوقع نائب محافظ بنك انجلترا ان ينخفض التضخم الرئيسي حاليا بعد ان تراجع الارتفاع الحاد في اسعار مدخلات الغاز والسلع مضيفا ان كثيرة الانخفاض لا يمكن التنبؤ بها حيث يتنافس كل من العمال والشركات على استرداد الدخل والأرباح الضائعة نتيجة للتضخم <applause> يواجه البريطانيون اضطرابا في عطلة نهاية الأسبوع حيث ينظم عشرون ألف عامل بنقابة السكك الحديدية والنقل البحري اضرابا في نزاع حول الأجور وظروف العمل وستتأثر شركات تشغيل القطارات الرئيسية البالغ عددها 14 شركة حيث لن يتمكن بعضها من تشغيل أي خدمة والبعض الآخر سيضطر للعمل بجدول زمني مخفض بشكل كبير إضراب تلو الآخر في المملكة المتحدة والنتيجة شلل في هذا القطاع وعطل في ذاك ضمن سلسلة من الاحتجاجات التي ضربت البلاد خلال الفترة الماضية آخر حلقة في تلك السلسلة كان إضرابا نظمه نحو عشرين ألف عامل في السكك الحديدية في جميع أنحاء المملكة المتحدة ما وجه ضربة قوية لخدمة عطلة نهاية الأسبوع في لندن والمدن المحيطة بها في اطار حمله للمطالبه بزياده الاجور سيستمر الاضراب حتى الثاني من سبتمبر اذا لم يتم احراز تقدم في النزاع حول الرواتب حسب ما ذكر الاتحاد الوطني لعمال السكك الحديديه والبحريه والنقل المنظم للاضراب ووفقا لسكك حديد ساوث ويسترن من المتوقع ان يؤثر الاضراب بشده على رحلات نهايه الاسبوع في لندن وهي المدينه التي تنتج نحو 23% من الناتج المحلي الاجمالي للمملكه المتحده يأتي ذلك بعد ساعات من توقف خدمات الرعاية الصحية في المستشفيات بجميع أنحاء إنجلترا، حيث نظم كبار الأطباء إضرابًا لمدة 48 ساعة وسط نزاع مستمر حول الأجور بين الأطباء والحكومة البريطانية. ولا يزال الغلاء المستشري في الأسواق الاستهلاكية البريطانية تلازمًا مع تكاليف الفواتير الباهظة الضاغطة على ميزانيات الأسر. يشكل دافعا حاسما للاضرابات في قطاعات الصحه والخدمات والنقل مع تسجيل التضخم اسوا معدلاته خلال عقود دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الى ضم الاتحاد الافريقي الى مجموعه العشرين، مشيرا ايضا الى ان بلاده ستقدم الحل لمشاكل سلاسل التوريد، وذلك قبل القمه التي تعقدها الكتله في نيو دالهي الشهر المقبل، واضاف رئيس الوزراء الهندي ان الهند هي الحل لخلق سلسله توريد عالميه وفعاله وموثوقه بعد الاضطرابات التي نتجت عن جائحه كورونا. خصوصا ان نيو دلهي تعمل على تعزيز التصنيع للتنافس مع الصين على حد وصفه اقرت الهند مزيدا من القيود على صادرات الارز في خطوه من شأنها ان تشكل ضغوطا على الامدادات العالميه للحبوب وفرضت الحكومه الهنديه ضريبه على صادرات الارز بقيمه 20% باثر فوري وكانت الهند اكبر مصدر للارز في العالم قد فرضت قيودا سابقه على صادراتها حيث تبلغ حصه الهند في تجاره الارز العالميه حوالي 40% أكد التقرير الصادر عن مؤسسة البحوث الإحصائية في نيجيريا أن الأسرة النيجيرية المتوسطة تنفق نحو 59% من دخلها على الغذاء، فيما تعد هذه النسبة أعلى من المتوسط العالمي البالغ 11%. وأشار التقرير إلى أن التضخم في نيجيريا ظل مرتفعا منذ عام 2016 مع تأثير كبير على إنفاق الأسر وارتفاع مؤخرا وارتفع مؤخرا تضخم الغذاء إلى 24%. في يوليو الماضي مما دفع الدوله الى اعلان حاله الطوارئ بشان انعدام الامن الغذائي